مش هنخسر الحرب يا عندال. يا مولر احنا لازم نتسلح والا هنتشلح وهنبقى عرايا. بقول لكم ايه، اوروبا في كوم واحنا في كوم. والنبي يا جماعه حد يطلع لنا الميه من الفريزر عشان تلحق تسقع. انا انجلترا تكسبني؟ ده احنا غلبنا البرازيل 7-1. يا جماعه الساعه دي ما فيهاش ستوب ووتش. ايوه يا مندلوف، احجز لي تذكرتين للغردقه. كلم لي الواد بتاع النمسا، اوعى تنسى. ها انا ما بهزرش، مفيش حد في القاره العره دي عارف يوقف هتلر. يقول لك النهارده درجه الحراره 30 تحت الصفر، شغلوا لنا التكييف هنموت. العمليه بسيطه جدا، هنخطف ميسي من الدوري الاسباني. عايزين مدافعين من اليونايتد. الايميل بتاعي هتلر اندرسكور 9999. لقيتها، العميد كبر الباد باد بيتش. والله العظيم هنخسر. ايه الحر ده في ايه؟ ما تفتحوا التكييف، مش عارفين نحارب. يا جماعه مفيش طفايه ولا طفيف الارض. احنا هنخسر والله بالمستوى ده. ممكن واحد فيشن شيبس. الخريطه دي كلها انا هحتلها. اي حد هيدوس على كرامه انجلترا هفعصه. امريكا مخرومه. مين اللي خرم امريكا؟ احنا بنسيح. نزل الريش. بقول لك ايه، اللي هيقرب من المانيا شلفته. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. طبعا واحد يقول لي دي أكيد حلقة عادية زي أي حلقة، وهي الحقيقة حلقة مش عادية، لأن في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الحرب العالمية الثانية، واحدة إن لم تكن أهم حدث يحصل في القرن العشرين. دي حلقة مش عادية، حلقة نارية، هذه الحلقة المئوية لهذا البرنامج العظيم. ولأنها عزيزي المشاهد حلقة مميزة، فبتحكي فترة مميزة في حياة شخص مميز. وزي ما أنتوا عارفين، كل حاجة ناجحة بيتعمل منها ثلاثية: ثلاثية باتمان، ثلاثية نجيب محفوظ، ثلاثية مملكة الخواتم، وثلاثية عمر وسلمى. وعشان كده أنا كمان قررت أعمل ثلاثية عشان نكمل قصة أهم شخص في القرن العشرين وأهم حدث في القرن العشرين بيروي أهم شخص في القرن الواحد وعشرين أنا. وأهم شخص في القرن العشرين، حاكم ألمانيا الأعظم، الفنان البوهيمي اللي أشعل حرب عالمية عشان يفعل ما يحلو له، أدولف هتلر. في الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن بداية حياته وقصة صعوده للسلطة. النهاردة هنتكلم عن الفصل الأخير في حياة هتلر، الحرب العالمية الثانية، أكبر وأخطر حرب في التاريخ. مات فيها 60 مليون بني آدم. حرب خلت العالم زي الحارة اللي كلها فتوات وكلهم بيتضربوا. حرب تربعت أمريكا بعدها على عرش العالم، ولسه قاعدة هناك لحد دلوقتي، ما قامتش من ساعتها. ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى اتفرض عليها عقوبات اقتصادية، واتاخد واتسحب منها أراضي، وجيشها اتسرح، واتمنع إن عدد أفراد الجيش يزيد عن 100,000 فرد، زاد 600,000، أو إنه يتسلح بأي صورة ممكن تشكل أي تهديد على أي دولة تانية. ده راجل الجيش الألماني بجلالة قدره ما كانش عنده سلاح طيران. كل هذه الحاجات خلت في هتلر إحساس بالظلم، وعايز يغير هذا الظلم، وصمم يغيرها. الأرض اللي اتخذت من ألمانيا لازم ترجع لألمانيا، والجيش لازم يتسلح، وألمانيا لازم تبقى قوة عظمى عشان الجنس الآري يحكم. بس السؤال هنا، هيعمل كده إزاي؟ وأوروبا كلها عايزة ألمانيا ما تقومش. الحل عزيزي المشاهد هو اتباع سياسة لطيفة، يعني معروفة في الأوساط الأكاديمية بسياسة من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. طبعا يقول لي الله، مش الاكاديميه دي كلها غربيين وملحدين؟ هي السياسه دي بس. من بره هتلر كان بيصور نفسه في كل خطاباته واجتماعاته الدوليه كرجل محب للسلام. وبيني وبينك، هتتوقع من راجل عنده شنب تشارلي تشابلن ده ايه غير السلام والكوميديا والضحك؟ انا شخصيا كنت مقتنع هو بس بيحضر هذه الاجتماعات وعايز بس يرفع الظلم اللي حصل على المانيا بعد الحرب العالميه الاولى. عايزين اراضيهم، الحاجات بتاعتهم، لكن هو مش عايز يعمل دوشه وبلبله زي المانيا اللي شفناها في الحرب العالميه الاولى. اما من جوه عزيزي المشاهد، كان شغال على إعادة تسليح ألمانيا وتقوية جيشها في أسرع وقت. والحقيقة إن خطة إعادة التسليح بدأها بعض الضباط في الجيش الألماني من قبل أساساً ما هتلر يوصل للحكم. يعني مثلاً سنة 1920 الجنرال هانس فون سيكت، أحد الجنرالات اللي كان مسؤول عن بناء الجيش، كان مسموح له ب 100,000 فرد بس. فعشان يتغلب على نقص العدد ده قرر يدرب ال 100,000 دول على إنهم ضباط، عشان لما يبقى في فرصة لزيادة العدد بتاعة الجيش الضباط دول هيبقى سهل عليهم ياخدوا المستجدين. خطة في منتهى الذكاء.
ومش بس كده، الجيش الالماني ما كانش مسموح له يمتلك دبابات، فعمك هانز اللي هو الجنرال الالماني ده جاب دبابات بس سموهم ايه؟ جرارات. ما جبناش حاجه، جرار، احنا مش بتوع حرب، احنا بتوع سلام. نفس هذا الكلام عزيزي المشاهد حصل مع سلاح الطيران. قاده صناعه الطيران المدني كانوا بيذاكروا تصميم الطيارات المقاتله، وهم ايه؟ طيران مدني، عشان مستنيين الوقت اللي يعرفوا ينفذوا هذه التصاميم فيه. لكن هذا الوقت كان صعب يجي عزيزي المشاهد، طول ما ألمانيا ملتزمة بمعاهدة فيرساي اللي اتمضت في نهاية الحرب العالمية الأولى. لازم تلتزم يا حبيبي، هذه المعاهدة اللي هتلر فضل مستحملها لحد ما الحمد لله حصل على دعم الجيش، زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت بعد قتل إرنست روم صديقه وقائد قوات العاصفة. بعد ما كل ده حصل، هتلر سنة 1935 ينهي معاهدة فيرساي. يا نهار اسود، الراجل ده عمل كده فعلا؟ ده اكيد بيتحدى العالم، بيتحدى اوروبا بقى. شارلي شابلن ده ايه شكله؟ عايز يلعب. وعلى طول اول ما اتلغت المعاهده راح عمل قانون اعاده تنظيم القوات المسلحه واعلن انشاء سلاح الطيران المرعب اللوفت فافا، ورجع التجنيد الاجباري من سن 20 سنه. حتى الاطفال ما سابهمش يمرحوا ويعملوا اعياد ميلادهم في ماكدونالدز، خدهم كده وقال لهم لازم نعمل للوطن ايا كان السن، ودخلهم فيما يسمى بالهتلرز يوث، شباب هتلر، المنظمه اللي مرنتهم على شيل السلاح والتمرين على الحياه العسكريه من سن 14 سنه. كل ده ساهم في زياده حجم الجيش بصوره مهوله. سنه 1937 الجيش وصل حجمه لخمسة مليون بني آدم. الله، مش كنا بنتكلم في 100 ألف؟ لحق يوصل لخمسة مليون؟ لا خد أقولك يا حبيبي، دول خمسة مليون في الخدمة، في 8 مليون في الاحتياط. مع الوقت ثقة هتلر ابتدت تزيد، وبقى هيموت مستني الفرصة اللي يقدر يكشر فيها عن أنيابه. هذه الفرصة جات له سنة 1936 لما فرنسا كانت بتستعد انها تمضي معاهدة سلام مع روسيا. هتلر كان شايف ان معلش ده خرق لمعاهدة لوكارنو، المعاهدة اللي مضوها سنة 1925 وبتضمن عدم التعدي بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا. اسمع واحد بيقول لي الله، طب علاقة روسيا بالموضوع فين؟ روسيا وير از راشا؟ الراجل يا اخي ما بيحبش روسيا، الله، يحبها غصب عنه وبيتلكك. فأمر بإعادة تمركز الجنود في منطقة الراينلاند زي ما احنا شايفين في الخريطة، اللي هي شريط على حدود ألمانيا الغربية مع فرنسا، مكون من الضفة الغربية لنهر الراين لحد حدود فرنسا، و25 ميل من الضفة الشرقية. خاضت الجيش عرض دخول الجيش الألماني لهذه المنطقة لأن ممكن ده يستفز فرنسا، وفي الوقت ده ما كانش ينفع يحصل. ليه؟ لأن الجيش الألماني ما كانش مستعد، عملية إعادة التسليح ما كانتش لسه تمت، وما كانش في وضع يسمح له بمواجهة فرنسا خالص. لكن هتلر صمم إن الجيش يوصل للحدود الفرنسية. خش فرنسا ناكل الكرواسون واللاتيه والباتيه، لانه كان شايف ان اي تحرك دبلوماسي من غير تحرك عسكري هيبان على انه علامه ضعف. ومش بس كده، هتلر كان شايف ان فرنسا مش هترد رد عسكري وهتعدي الموضوع لسببين عزيزي المشاهد. السبب الاول انها مش حمل تخش حرب تانية، البلد لسه طالعه من حرب عالميه والناس عايزه تاكل عيش. والسبب الثاني ان هتلر على علاقه قويه بملك انجلترا الملك ادوارد الثامن، اللي كان الحقيقه متعاطف مع المانيا وحاسس ان هي نوعا ما اتظلمت في معاهده فرساي. كان متعاطف مع مطالب هتلر واكد له ان الشعب الانجليزي مش هيحب يدخل حرب لسبب تافه زي اعاده تسليح منطقه منزوعه السلاح. واحد يقول لي الله، هو ملك انجلترا ماله؟ مش انجلترا اللي بيمشيها هي الحكومه؟ اقول لك برضو عيب، الحكومه تعلن الحرب والملك مش موافق. وعشان كده يوم السبت 7 مارس هتلر يدي امر ببدء عمليه ما يسمى بالوينتر اكسرسايز لاعاده تسليح الراينلاند، واختار يوم سبت عشان الحكومه الفرنسيه تبقى اجازه، ده وقت الكرواسون الصبح مش وقت حرب، فلما يجي لهم الخبر يتاخروا في رد فعلهم لحد ما يرجعوا مكاتبهم يوم الاثنين. دايما دايما بنسمع عن الحروب بتبدا يوم الاجازات، طب الحكومات ليه ما بتعملش حسابها ان هي دايما الحروب بتبتدي يوم الاجازات؟ برضو حرب اكتوبر بدا يوم الاجازه عند فيه يا جماعه، ما نمسك نفسنا عند الاجازات، هم الناس بتهجم دايما في الاجازات. بس دايما البيروقراطيه الحكوميه هي اللي بتسخط الدول. والله ارجع لي انت بقى يوم الاثنين، تعالى مش ما ينفعش. خطه قد تبدو بسيطه جدا ومتفائله جدا الى درجه السذاجه، ولكن ده عزيزي المشاهد هو اللي حصل بالظبط. وفرنسا وبريطانيا ما يتحركوش زي ما توقع ابن اللذينه. مين هيخش في حرب مرهقه تانية؟ هنقعد بقى خلاص ماشي الشتيمه ما بتلزقش يا عم، خلاص كده، هو ده الاتيتيود بتاع اوروبا، مش ناقصين نخش حروب. وده زي ما تقول ادى لهتلر شويه ثقه انه ممكن يكرر الموضوع، لكن هذه المره بره حدود المانيا. اوبا، في كتابه كفاحي اللي هتلر اصدره سنه 23، One Blood Demands One Reich، أستريا must return to the motherland، دم واحد يتطلب رايخ واحد.
لازم النمسا ترجع للوطن الام. هتلر كان شايف ضرورة توحيد الالمان كلهم اللي في اوروبا تحت حكم واحد، واكتر عدد المان بره المانيا كانوا فين؟ في النمسا، اللي هي بالمناسبة هتلر اتولد وعاش طفولته وشبابه فيها. والحقيقة ان عدد كبير من النمساويين كانوا بيأيدوا فكرة الاتحاد مع المانيا اللي اطلق عليه اسم انشلوس او الجوينينج اون. اول محاولة للاتحاد كان سنة 34، كانت محاولة انقلاب عملها الحزب النازي النمساوي، بس للأسف المحاولة فشلت، ولكنها تسببت في موت الحاكم النمساوي، وده خلى الحكومة النمساوية مستعدة تعمل أي حاجة عشان ما تتحدش مع الرجل العدواني ده. لكن هتلر ما استسلمش، قرر إن أول تحرك عسكري خارج ألمانيا هيكون هدفه الاتحاد مع النمسا. ولكن علشان يعمل كده كان محتاج يضمن إن مفيش دولة على حدود النمسا هتتحرك ضده، والراجل عايز يبقى في السيف سايد. وفي الوقت ده ما كانش فيه أخطر من إيطاليا الفاشية اللي بيحكمها موسوليني. موسوليني كان بيتشارك مع هتلر في كره للشيوعيين، ولكنه كان ضد اضطهاد هتلر لليهود. ولما حصلت حادثة اغتيال حاكم النمسا، موسوليني قام قايل هتلر از ذا جيلتي مان اند ا دينجرس فول، هتلر هو الشخص المذنب والغبي الخطير، كان شايف ان هو خطر. وقال يعني فيما معناه ان الراجل ده هو الشله بتاعته، لو حكم اوروبا هيودونا كلنا في داهيه. كتير عشان انا بدأ يا لهوي هتلر ده ما بحبوش خالص، ما كانش بيطيقه يعني. سبحان الاقدار، هنرجع نشوف سبحان الله، مع ان سبحان الله ده ديكتاتور وده ديكتاتور، المفروض ان هم زمايل كلاس ميتس، والمثل يقول لك مع عدوك الا بنكارك. المهم كل هذا ابتدى يتغير تماما بعد غزو ايطاليا للحبشه سنه 1935. ايطاليا كانت معزوله دوليا ومحتاجه حلفاء، فموسوليني بعت جوز بنته ووزير خارجيته لبرلين عشان يتفاوض مع هتلر ويكسب وده. ثواني بس، مش هو ده الجيلتي مان والدينجرس فول؟ ما تقصش على الراجل، ساعات الناس بتتلاقى بعد ال زي ما تلاحظ ترامب كده وجارت كوشنر جوز بنته، وفعلا قدر يوقع معاه اتفاقيه سريه بتوافق فيها ايطاليا على غزو المانيا للنمسا، ولكن على شرط عدم التعدي على الحدود الايطاليه. ماشي يا عم اتفضل انت الله يبارك لك، خش النمسا، ولكن ما تخشش علينا، عيب نكون بنستحمى ولا حاجه، ما يصحش. وسنه 1937 هذه الاتفاقيه ابتدت تكبر. هتلر وعد موسوليني انه هيدعمه وهيسيبه يعمل اللي هو عايزه في منطقه البحر المتوسط، خدها العب فيها براحتك، مقابل ان هتلر يعمل اللي هو عايزه في اوروبا شمال جبال الألب. اتفقنا يا زميلي؟ وبكده ضمن هتلر ان النمسا اتباعت وتسلمت تسليم اهالي، فاضل له بس حاجه بسيطه، يلاقي حجه مقنعه للغزو عشان بس منظره قدام المجتمع الدولي، عيب. وسنه 38 هتلر استضاف حاكم النمسا في برلين وهدده ان لو النمسا ما نفذتش اللي هو عايزه هيغزوها عسكريا. وبنهايه اليوم كان تم الافراج على اعضاء الحزب النازي اللي كانت قبض عليهم سنه 34، فاكر لما عملوا محاوله الانقلاب الفاشله، وتم الإعلان عن توحيد العملة بين ألمانيا والنمسا. ومش بس كده، حاكم النمسا وافق على تعيين وزراء نازيين في الحكومة، ودي لم تكن أخطر حاجة، أخطرهم كان سيس إنكوار وزير الداخلية. تخيل عزيزي المشاهد لما يبقى وزير الداخلية بتاعك موالي لحد تاني. المهم بعد هذا الاتحاد الاقتصادي توحيد العملة وكده، قامت مظاهرات وأعمال شغب في النمسا نظمها نازيين، فوزير الداخلية النازي يطلب من هتلر دخول الجيش الألماني للنمسا، قال يعني عشان يحافظ على الامن والامان. فهتلر قام قايل له يا سلام من عينيا، حاضر طبعا ولد يا جيش، خش لي شوف ايه اللي بيحصل، ده انا هغرقها لك، انا احب الامن والامان. وفي سبت هذا الاسبوع امر هتلر بغزو النمسا برضه في الويك اند، سبحان الله، عشان يضمن المجتمع الدولي كله في السخنه، محدش قاعد في المكاتب. الويك اند ده لعنه، ما تاخدهوش عزيزي المشاهد ابدا، دايما خلي اجازاتك متغيره في خلال اسبوع عشان ما فيش دوله تقدر تغزوك. على يوم الاحد كان الجيش النمساوي استسلم لدرجه خلت الغزو يتم بسلاسه شديده، ده احنا مش داخلين نغزو، ده احنا رايحين ملاهي. لا فعلا تم السيطره على مناطق كتير من غير نقطه دم واحده. عشان يضمن شرعيه الغزو هتلر قام منظم استفتاء في المانيا والنمسا على الاتحاد، يحب دايما يبقى ماشي ليجل، مفيش عندنا كل حاجه بتتم بالشرعيه. وكانت النتيجه مفاجاه، سربرايز، نسبه الموافقه على الاتحاد في النمسا كانت اعلى من نسبه الموافقه في المانيا، 99.7% من النمساويين مؤيدين الاتحاد، وفي ألمانيا النسبة كانت 99% واحد من العشرة، أغلبية كاسحة، والفرق مش كبير، بس بيوضح ليه الغزو ما حصلوش أي مقاومة، وده برضه إدى لهتلر ثقة
كبيره وزود شعبيته جدا في المانيا اللي طبعا كانت سعيده بزياده ارضها وسكانها. مرحب بالنمساويين. طب ما نعيد التجربه تاني والمجتمع الدولي ما بيعملش حاجه. ده ايه المجتمع الدولي اللطيف ده؟ طب ما يلا نشوف تجربه تانية نعمل حاجه جديده. المره دي راح لتشي. المفروض يبقى ترافل فلوجر والله، كل شويه ينط بين البلدان. عظيم. تاني اكبر تجمع للالمان خارج المانيا كان في تشيكوسلوفاكيا اللي عدد الالمان فيها كان بيقدر بالملايين. وسنه 38 هتلر ابتدى يعترض على وضع الالمان المزري هناك. انت فاهم طبعا هو رايح فين. تخيل هتلر بيعترض على انتهاك حقوق الانسان وابتدى يهدد ولاول مره وبصوره علنيه ان عدم المؤاخذه لو وضع الالمان ما اتحسنش هيضطر يغزو هذه المنطقه. معلش حقوق الانسان خط احمر بالنسبه لهتلر على عينه يعني. هنا طبعا العالم رجع تقريبا بالسخنه وابتدى يقلق في الوقت اللي كل الناس بتحاول تمشي امورها عايزين يتفادوا ان هم يخشوا في حرب تانية. في واحد بيهدد علانيه بانه لو ما اتعملش اللي هو عايزه هيحارب. وفي 29 سبتمبر 1938 موسوليني لعب دور حمامه السلام. تخيل حمامه موسوليني. ده تخيله متخيله حمامه قوي. ما علينا. ودعا لاجتماع في ميونخ بينه وبين هتلر ورئيس وزراء انجلترا ورئيس وزراء فرنسا في محاوله لتفادي الحرب وحل الازمه. كل ده حصل عزيزي المشاهد من غير ما ندعو حد من حكومه تشيكوسلوفاكيا اللي هي اساسا صاحبه الشأن، ولا دعوا حد زي روسيا اللي كانت المفروض ان هي قوه عظمى يعني. بس يعني هم الاربعه ما بيحبوهاش عشان شيوعيه وكده. كله ما بيحبش الشيوعيين مش عارف ليه. هتلر طبعا طول الاجتماع كان متمسك برايه. احنا يا جماعه بس عشان نبقى صريحين مش عايزين نحارب، احنا ناس بتوع سلام، بس معلش ان جت على الكرامه وحقوق اخواتنا الالمان في الغربه مستعدين نحارب. فتشامبرلين رئيس وزراء انجلترا وتلادير رئيس وزراء فرنسا قالوا تمام يا عم الحاج بيس، نقصر الشر ونديله اللي هو عايزه خلاص، نديله المنطقه اللي هو عايزها في تشيكوسلوفاكيا ونبقى ارتحنا منه من ذنبه. والراجل نوعا ما عنده مطالب قد تبدو منطقيه، مش هنقفش عليه ونخش في حرب تاني بقى. وده عزيزي المشاهد اتسمى بسياسه الابيزمنت، او زي ما بيقولوا ريح الزبون لا يطلع مجنون. وفعلا انتهى الاجتماع بموافقه فرنسا وبريطانيا. واول ما تشيكوسلوفاكيا عرفت انها اتباعت سلمت الارض لهتلر من بابها، خدها مش عايزينها من غير اي مقاومه. وهتلر بقى اقوى رجل في اوروبا لدرجه ان مجله التايمز اعلنت هتلر شخصيه العام لسنه 1938 عشان قدرته في فرض ارادته السياسيه والعسكريه على زعماء اوروبا. ده راجل ما بيخافش. نحطه بقى على وش التايمز، هما اللي ما بيخافوش دايما بيطلعوا على وش التايمز. الراجل غزا دولتين من غير نقطه دم واحده، وكل ده بموافقه ورضا الدول الاوروبيه. ظبط مع موسوليني، ظبط مع فرنسا، وظبط مع انجلترا. طبعا بالنسبه هتلر غزو هذه المنطقة من تشيكوسلوفاكيا كانت الخطوة الأولى. الله إيه المفتري ده؟ ده عايز يعمل إيه؟ كانت الخطوة الأولى لغزو البلد كلها، مش الحتة اللي فيها الألمان دي؟ لا 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 اصل الالمان بيحبوا مد رجليهم تعرف طوال. وزي ما عمل مع حاكم النمسا في 13 مارس 1939 دعا هاتشا رئيس تشيكوسلوفاكيا لاجتماع في المانيا، تعال لي زي اخوك. ولما جاله عمل له كارت ارهاب وهدده بغزو البلد عسكريا وقصف ابراج بالطيارات الالمانيه لو ما قامش موقع على مذكره الاستسلام. على الساعه 4 الفجر عزيزي كان هاتشا موقع، والساعه 6 الصبح كان الجيش الالماني داخل تشيكوسلوفاكيا. وبكده ما بقاش في دوله ثانيه في اوروبا فيها اقليه المانيه غير بولندا. يخرب بيتك يخرب بيتك يا مفتري. عزيزي المشاهد بولندا مش بس دولة فيها مواطنون ألمان، لا ده هي دي المكان اللي هتعدي منه لو حابب تحتل رأس ومعقل الشيوعية روسيا أو ما يعرف بالاتحاد السوفيتي. النمسا وتشيكوسلوفاكيا دول كانوا بيس اوف كيك كاب كيك حاجات كده لطيفة في أعياد الميلاد، ولكن هتلر كان عارف إن دخول بولندا هيبقى فيه دم. There will be blood. ومش هيعدي بالساهل. المرة دي مش هيكون في مقاومة، هيكون في نفخ. وأغلب الظن فرنسا وبريطانيا هيحاربوه. اوبا انت متاكد يا عم هتلر من اللي انت عايزه تعمله ده؟ هنشوف هتلر هيعمل ايه. بس هو كان شايف ان اي غزو فرنسي ناحيه غرب المانيا هياخد له حوالي 3 اسابيع، ساعتها يكون هو نجح في غزو بولندا عشى بيها خلاص، وساعتها ممكن ياخد فرنسا كده على جنب ويخليها توقع له معاهده سلام بدل ما تحارب والبلد وقعت خلاص. بولندا وقعت خلاص احتلها، بتعمل ايه؟ اما بريطانيا اللي ملهاش اي حدود بريه مع المانيا كان شايف ان هي ممكن برضه تتبع نفس الكلام اللي فرنسا هتعمله وما تدخلش نفسها في الامور العائليه اللي بتحصل وسط دول سنترال يوروب. وعشان كده عنصر الوقت كان في منتهى الاهميه، لازم نخش قبل 3 اسابيع نكون مخلصين بولندا دي. الغزو كان لازم ينجح باقصى سرعه. خطه الغزو اوبريشن وايت اعتمدت على مبدا غير شكل الاشتباك العسكري للابد. بدل ما نخش في حرب طويله زي الحرب العالميه الاولى الترينش وورفير، كل جيش فيها متحصن في خنادق على الجبهه وعمال يضرب نار ومستني حد من الجيش الثاني يهجم عليه عشان هو يبقى موته، هتلر اعتمد على تكتيك اللايتنينج وور
الفور او البليتس كريك. تخطيط خططه الضابط الصغير هانز جودريان، بيعتمد على السرعه ومفاجاه العدو. فاجئتك مش كده؟ وتركيز الضرب كله في نقطه واحده عن طريق هجوم منسق بين الدبابات والموتوسيكلات السريعه اللي بيقوموا فاتحين لك ثغره في خطوط العدو. فيبتدي بقى المشاوي المدفعيه يخشوا من هذه الثغرات، يحاوطوا العدو من وراه ويقضوا عليه بمساعده القوات الجويه اللي وظيفتها تامين الغطاء الجوي وقصف اي حصون دفاعيه ممكن تعطل القوات الارضيه. الخطه جاهزه والجيش جاهز والمعنويات في السماء مع الطيارات فوق، بس لسه في عقبه واحده. روسيا، هتلر كان لازم وقتها يضمن عدم انحياز روسيا، لانها لو عدم لا مؤاخذه كده بدات تخش مع بولندا وتدافع عنها الغزو هيطول، وده هيشجع بريطانيا وفرنسا ان هم يبتدوا الحرب بقى ويخشوا ويتدخلوا وما نمضيش معاهده السلام بتاعتنا اللي احنا كنا بنفكر فيها. وفي الحاله دي مأساة المانيا اللي كانت في الحرب العالميه الاولى هتتكرر تاني. عشان كده هتلر قام مكلف وزير خارجيته باتفاق مع مولوتوف وزير خارجيه الاتحاد السوفيتي، وفعلا في 24 اغسطس 1938 وقع مولوتوف معاهده سلام لمده كام؟ 10 سنين مع المانيا. ومش بس كده، ده تم اضافه نص سري في المعاهده بيضمن فيه ستالين عدم تدخله في غزو بولندا. يا ابن الذين يا هتلر، مقابل ان ستالين الناحيه الثانيه ياخذوا لاتفيا واستونيا وليتوانيا. يا ولاد الذين، ده ايه ده؟ دي عصابه دي، والاثنين بشنبات. سبحان الله، طيور على اشكالها تقع، الشنبات محتاجين نحلقها يا جماعه. بالاضافه طبعا غير الثلاث دول ان هو يضم بعض المناطق في شرق بولندا. معلش انا عايزه تقف جنبي في غزوي، اقف جنبك في غزوك، والديكتاتوريات لبعضيها. بس هتلر دايما يبحث عن عذر يغزو بيه بولندا اللي قاعده في حالها لا بيها ولا عليها. كان محتاج بقى تامر حسني هنا يخش ويقول له كفاياك اعذار، عمال يحتل الدول بقى، خلاص خلاص كفايه كده. ولكن دايما لما يحب يتحرك يتحرك بعذر. العذر ده عزيزي المشاهد جابه له على طبق من ذهب رينارد هايدريك، نائب هنريك هايملر. مين هذا الاسم الغريب؟ ده قائد الاس اس اللي اتكلمنا عنهم الحلقه اللي فاتت، اللي كان 400,000 وبعدين بقى 2 مليون. هو الراجل ده اللي قدم الريبورت اللي فتح ارنست روم. هو فاكر تات الدنيا اتجمع. ويوم 1 سبتمبر بعد نص الليل هايدريك لبس شويه عساكر من الاس اس ومعاهم شويه معتقلين سياسيين جابهم من المعتقل، لبس عساكر بولنديين وخلاهم يهاجموا نقط جمارك وحراسه المانيه على الحدود مع بولندا. الله، بيضربونا بيضربونا اولاد اللذينه. وبعد كده ضرب نار على المساجين اللي لابسين لبس بولندي عشان يبقى قدامنا الدليل ان فعلا حصل هجوم من الجيش البولندي على الالمان الغلابه دول. تاني يوم هتلر دخل البرلمان وادان الهجوم الارهابي البولندي وبدات عمليه الغزو. وبعدها بيومين بريطانيا وفرنسا يعلنوا الحرب على المانيا، وبدات الحرب العالميه الثانيه. بولندا تنهار امام القوات الالمانيه في خلال شهر. اوف، كان عايز يخلص اصله 3 اسابيع كده، الكلاينت هينفخه. خلصش في 3 اسابيع. بعدها هتلر ضم المنطقه الغربيه لالمانيا، وروسيا خدت المنطقه الشرقيه بحجه حمايه الاقليه الروسيه، كلهم بيحبوا الاقليات. وفي نص بولندا هتلر عين حاكم الماني. وبعد نجاح الجيش في الغزو دخلت قوات الاس اس الشرسه جدا اللي كان بيتم تنقيه افرادها على الفرازه، وكانت قوات خاصه بتدين بالولاء الشديد لهتلر، ممكن تعمل له اي حاجه. القوات دي اول ما دخلت بولندا اعتقلت اي حد كان عنده تليفون في بيته، واعتقل كبار رجال الاعمال والدين والسياسه، واغتالت مئات الالاف من غير الالمان واليهود على مدار الحرب. ودي حاجه ضايقت بعض قاده الجيش اللي كانوا رافضين فكره زي الاعدام الميداني لمدنيين، ولكن اتضايقوا يا حبيبي زي ما انتم عايزين، اتفلقوا، المهم الفيورر ابو شنب يكون مبسوط. بعد سقوط بولندا والثقه اللي هتلر حس بيها بعد نجاح الاستراتيجيه الهجوميه بتاعت البليتز كريك، هتلر كان مقتنع انه لازم يخلص من خطر انجلترا وفرنسا عشان يركز على هدفه الاهم، روسيا. ايه ده؟ مش كان ماضي معاهم معاهدة سلام تمتد لعشر سنين؟ هتلر كان يكره اتنين كره العامة، اليهود والشيوعيين. فين مكانهم؟ في روسيا، في الاتحاد السوفيتي اللي كان شايفها عبارة عن بلد من اليهود والشيوعيين. وعشان يضمن نجاح خطته ويوصل لحلمه وهدفه كان لازم يأمن موارده ويحافظ على خط الإمدادات اللي بتجيله من شمال أوروبا. في شهر إبريل احتل الدنمارك والنرويج، وفي شهر مايو عمل الكبيرة والتقيلة، احتل فرنسا، وخد معاه كده في سكته هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا. الله أكبر عليه، قطر ما بيوقفش. ده دي المفروض المانيا اللي كانت خسرانه ومتبهدله ومتعلم عليها في الحرب العالميه الاولى. ايه كميه الدول دي؟ ما بالراحه يا جدع انت. تقريبا خد شنجن وقرر هو ياخد يورو تريب، كده ما فاضلوش غير بريطانيا اللي كان مقتنع ان هي هتميل للسلم، خاصه بعد سقوط فرنسا، وده كان
أول خطأ استراتيجي يقع فيه هتلر أبو شنب، لأنه ما عملش حساب شخص كان ليه دور مهم جداً في قلب الحسابات، وينستون تشيرشل. أيوة، هو هذا الشخص اللي كان في مسرحية شاهد ما شافش حاجة، ولكن تشيرشل كان شايف كل حاجة وكان مدكن. تشيرشل رئيس وزراء إنجلترا كان شايف إن خطر هتلر مش هينتهي غير بالقضاء عليه وهزيمته عسكرياً. لازم نضربه، نهزمه ونضربه في شنبه. نقطة ضعفه الشنب، اجي في الشنب. عشان كده حتى وهو واقف لوحده قصاد الجيش الألماني اللي بقى أقوى جيش في أوروبا، وممكن نقول وقتها إنه تقريباً أقوى جيش في العالم، ما فكرش في السلام أبداً أبداً أبداً، لأن أي خيار تاني غير الحرب بالنسبة له كان هيصب في مصلحة هتلر معروفة. تشيرشل كان شايف إن لازم حد يوقفه بسرعة. هتلر حاول يوصل لحل دبلوماسي مع بريطانيا، ولكن مع رفض تشيرشل المستمر هتلر قال ما بدهاش، وأمر سلاح الطيران بقصف بريطانيا قضاء على سلاح الجو، لكنه فشل فشل ذريع. سلاح الطيران البريطاني كان أقوى مما تتخيل، فحاول يحط خطة لغزو بريطانيا برياً، وسمى الخطة Operation Sea Line، ولكنها للأسف ما كملتش، لأنه ما كانش عنده سفن ومعدات كفاية تخليه يقدر ينقل عساكر. والبحرية البريطانية كانت معروفة إن هي من أقوى البحريات اللي في العالم، دي كانت دولة تقريباً معاها في فترة من الفترات على الأقل ربع الكوكب، مستعمرات في الهند ومستعمرات في أمريكا اللاتينية ومستعمرات في أفريقيا ومستعمرات في آسيا، كل حتة. فكر في تغيير استراتيجي كانت نقطة محورية جدا في مسار الحرب. بدل ما كان بيحاول يكسب بريطانيا عشان يلعب روسيا براحته في الفاينل، فكر يحارب روسيا الأول، لأنه لو انتصر عليها بريطانيا مش هيبقى قدامها أي حل تاني غير السلم. بريطانيا تبقى أولى لون لوحدها في أوروبا. طبعا واحد يقول لي فين أسبانيا؟ كان هناك حرب أهلية وقتها. شكرا على السؤال الذكي جدا، شكرا. ضباط كتير عرضوا الفكره دي وكانوا شايفين انها هتوديهم في 60 داهيه، وما كانش ليها لازمه. انت اوريدي ماضي معاهده سلام مع روسيا لمده 10 سنين يا اخي، في العشر سنين خلص على بريطانيا. زائد ان مفيش ديكتاتور عاقل يغزو الدب الروسي ابدا. ما اتعلمتش يا اخي من اللي حصل مع نابليون بونابرت؟ مازر رشا ما ينفعش معاها القفش. وبعدين نحاربهم ليه ونفتح على نفسنا جبهتين بدل جبهه واحده ليه؟ ونحاربهم ليه اصلا وبيننا وبينهم معاهده سلام؟ ولكن لا حياة لمن تنادي. هتلر قفشت معاه، والله لا حاربها. هو كيف كده؟ هتلر أمر. مش أخو الفنان مصطفى أمر. لا، هتلر اللي هو أمر أزن أوردر. هتلر أمر، وعصيان أوامره يعني القتل أو الحبس، ولو كان مزاجه حلو الرفض. فبدأ التحضير والاستعدادات لخطة غزو روسيا، أوبريشن بارباروس، على اسم فريدريك بارباروس البطل الألماني اللي قدر يستحوذ على مساحات أرض شاسعة في شرق ألمانيا في القرن الـ12. حاجة في منتهى الغباء. ليه هتلر كده؟ ليه يا ابني؟ ليه؟ ده لو حد الصائت ابتدائية وسمع اسم العملية كان عرف ان هتلر ناوي يحتل روسيا. طبعا واحد يقول لي ازاي هيخش وهي برد كده؟ هتلر كان عارف ان دخول حرب مع روسيا في الشتاء يعني هزيمة مؤكدة، زي ما حصل مع نابليون، هو بيذاكر تاريخ. وعشان كده الخطة كان هدفها هزيمة روسيا في 5 شهور قبل ما التلج ينزل، من مايو لحد بداية الشتاء في اكتوبر. وكان متأكد ان هو مش هيحتاج وقت اطول من كده، لدرجة انه صرف هدوم شتوي ل20% بس من الجيش. وده عزيزي المشاهد خليني اقولك بخبرتي العسكرية مستوى عالي جدا من التفاؤل. اصبح هتلر حصالة الدول الاوروبية. لسه ما وصلناش لهذه المرحلة، ولكن بتنبهها لك، بكون رضا عبد العال الآن. لكن المفاجأة انه سنة 1940 موسوليني قرر من نفسه يغزو اليونان. الله يخرب بيتك يا موسوليني، الله يخرب بيت الطلاينة، الله يخرب بيتك، هي حربك انت؟ بتاعتك انت دي؟ اليونان ما كانتش عاملة اي مشاكل لهتلر. وعلى يناير 1941 بريطانيا تبعت قوات من عندها لمساعدة اليونان، فهتلر يضطر يبعت قوات من عنده عشان يساعد ايطاليا. اما نشوف البني ادم ده، اما نشوف. المشكلة ان اليونان لو وقعت في ايد بريطانيا، بريطانيا هتبتدي تهاجمه بالجنوب. يا لهوي، كده يبقى بيحارب على 3 جبهات، بريطانيا من ناحية وروسيا من ناحية ومن تحت من ناحية عند اليونان. غبي موسوليني، والله العظيم غبي موسوليني. عشان كده محدش بيذكره، كان ديكتاتور وشرير وابن لازم، لكن محدش يذكره. ماشي هنساعدك يا عم موسوليني، ماشي، بس عشان يوصل لليونان كان لازم قواته تعدي على يوغوسلافيا اللي كانت حكومتها محايدة، مش دعوة وما عندهاش مشكلة في الوقت ده. ولكن لحظه السيء يحصل انقلاب عسكري اوت اوف نو وير يوم في يوغوسلافيا. الله يخرب بيتك يا موسوليني، والحكومة الجديدة
جديدة تلغي اتفاقها مع هتلر، فهتلر يقرر يغزو يوغوسلافيا عشان نلحق اليونان اللي الأستاذ موسوليني فكر نفاجأة محتاجين نحتلها. مش هلحق روسيا والله العظيم ثلاثة، أنا متأخر والله، متأخرين، المفروض نعدى في مايو، ما ينفعش كده يا موسوليني. وموسوليني يتزنق في قوات، فيبعت هتلر قوات لمساعدة الجيش الإيطالي في شمال أفريقيا. بنلعب مع طفل، بنحارب مع طفل إحنا والله. كانت صورة ما بين 60 نيلة يوم ما حبيت أخد موافقته على احتلال النمسا. أهو إحنا خلصنا النمسا ودخلنا في تشيكوسلوفاكيا ودخلنا في بولندا ودخلنا في يوغوسلافيا واحتلنا فرنسا وكل الحاجات دهيت، والباشا مش عارف ينتصر على اليونان لوحده، مش عارف ينتصر على اسمهم ايه دول في شمال افريقيا. والله العظيم ثلاثة بحارب مع دكتاتور هاوي، ده اقل ما يقال عليه. يابانيين والله هم رجالة. ويبعت هتلر قوات، فبعت لهم حد عشان يعني ما خلاص هم مش عارفين يعملوا حاجة، فبعت لهم اروين رومل ثعلب الصحراء اللي خسر قدام الانجليز في معركة العالمين على طريق الساحل. لا ده اكشلي بجد، ده مش افيه، طبعا انت مش مهتم بالحاجات دي، حرب عالمية ايه ونيلة ايه، الحقيقة ابقى من الميت. المهم كل ده عطل هتلر شهر بحاله عن الغزو. تخيل محاولة احتلال بعض الدول عطلته شهر واحد بس، لما شابتر واحد بيعطلنا اربع شهور. الالمان يا جماعه مش ممكن، مش ممكن، عايز النص درجه، وهنا بقى قدامه اربع شهور بس عشان يهزم اكبر دوله من الناحيه الجغرافيه على هذا الكوكب، كوكب الارض. كان عندك وقت خمس شهور نحتل فيهم، تحتل ليه في اربع شهور؟ ليه نضيع شهر عمالين نتفسح نروح اليونان ونروح الساحل العالمين ليه؟ لكن نروح نسلم الاحتلال بتاعنا للكلاينت دلوقتي قدامه اربع شهور يسلم روسيا، والباشا طالع يتفسح لي في اليونان والساحل في العالمين، شكرا، برافو هتلر. في 22 يونيو سنه 1941 بدا الغزو الالماني لروسيا. ايه ده؟ طب يا ابني ما تستنى غزوها دلوقتي. هذا الغزو اللي شارك فيه اكتر من 3.5 مليون ضابط وعسكري. طبعا روسيا اتخذت على غفلة، وستالين ما كانش مدرك وفاهم ان هتلر بيحاربه. يا ابني ما احنا ماضيين 10 سنين، يا ابني ما انت عندك بريطانيا، يا ابني انت مجنون، يا ابني انت مجنون، انت عايز تحارب وور اون 2 أو إيفن 3 فرنس، مشكلة اليونان ده ايه ده؟ احنا يا ابني مش متفقين، ده احنا اولاد كلب واحد. ستالين ما كانش مصدق ان هتلر بيحاربه، احنا اتنين بشنبات، المستاش ده عيب عليك شنبك. وكان موقفه صعب لانه الفترة اللي فاتت تخلص من كل قادة الجيش المخضرمين اللي كان حاسس ان هم بيشكلوا خطر عليه، فوضع الجيش الروسي كان سيء جدا، زي العرايس الروسي مش اي علاقه، ولكن حسيت ان هو عرايس. واسلحه عمنا ستالين كانت قديمه مقارنه باسلحه الجيش الالماني اللي كان على اعلى درجه من التنظيم والانضباط، ولكن مساحات الارض الشاسعه واعداد العساكر الروس الكتيره وستر ربنا طبعا، بالمناسبه كانوا ملحدين، بس يعني طبعا ربنا بيستر كل الناس، خلوا الجيش الروسي يصمد امام الجيش الالماني اللي فشل في تحقيق النصر في اربع شهور، وفضل الامر كما هو عليه لحد ايه؟ لحد الصيف اللي بعده. الله يخرب بيتك يا هتلر، الديدلاين في شهر 10، شهر 6 اللي بعده ولسه ما خلصناش، ده مش كويس. الله يخرب بيتك يا موسوليني. في الوقت ده هتلر كان منيم اوروبا من المغرب، قادة الجيش الالماني كانوا شايفين ان هم كسبوا الحرب خلاص، واتس اول ماتر اوف تايم، كلها مساله وقت، والروس والانجليز هيركعوا. لكن كل ده اتغير سنه 1942. ايه اللي حصل في معركه ستالينجراد؟ مدينه ستالينجراد كانت بتحمل اهميه استراتيجيه كبيره جدا لهتلر، لانها اهم مركز تصنيع عسكري في روسيا، ولانها طبعا على اسم ستالين، وقعها في ايد الالمان هيبقى ضربه معنويه قويه جدا. فهتلر زي ما تقول كده كان واخد الموضوع بيرسونال شويه، واخدها على شنبه. في ديكتاتور يعمل هذا الشكل بتاع شارلي تشابلن انا ما احبش، ليه من بس ستالين ونرجع قصتنا ورا، مدرج عادي عند الحلاق، قول له مدرج رقم 2 أو 3، ليه لا؟ واعمل الشنب بتاعك يبقى طويل، لكن نعمل الشنب بتاع تشارلي تشابلن ده وحش قوي، لو كنت عايش كنت هزقتك. وفي صيف 1942 المانيا هجمت تاني بكل قوتها على ستالينجراد، وبرضه فشلت تاني في تحقيق اي مكسب حاسم قبل الشتاء اللي الروس قدروا فيه يعملوا هجوم مضاد كاسح، نجحوا فيه في انهم يحاصروا الجيش السادس الالماني، اكتر من 300,000 الماني متحاصرين. الضباط الالمان لما لاحظوا ان الموضوع كده بدوا يخططوا لانسحاب تكتيكي ينقذوا بيه الجيش، لكن هتلر رفض. الموضوع شخصي، معلش خليكوا هناك، انا بقول خليكوا هناك. هتلر ما كانش بيتراجع تحت اي ظرف، لدرجه ان هم لما بلغوه ان ليو ابن اخوه اتصاب في المعركه ومحتاج يتنقل بطياره خفيفه رفض، وقال ليو عسكري يعني يعيش عيشه اهله او يموت زيه زي بقيه زمايله العساكر. العساكر وظيفتهم انهم ينتصروا
أو يموتوا. المهم مفيش انسحاب مهما كان السبب، فكانت النتيجة عزيز المشاهد ضياع الجيش السادس الألماني اللي استسلم بعد ما مات منه مئات الآلاف واتاخد منه أكتر من 90,000 سجين. وهذه كانت أول خسارة كبيرة لهتلر وغيرت مجرى الحرب. الله يخرب بيتك يا موسوليني. عرفنا طبعا أن المشكلة ما كانتش في موسوليني، هتلر ما كانش مذاكر. طب أنت دخلت وقعدت لي أكتر من سنة ومعرفتش تحتل روسيا، يبقى أنت فاشل ولا لا؟ يبقى أنت ترمي غلطتك على موسوليني ولا لا؟ مش الله يخرب بيتك يا موسوليني، الله يخرب بيتك يا هتلر. ودي كانت اكبر خساره لهتلر وكانت سبب في تغيير مجرى الحرب، خاصه بعد هجوم اليابان على بيرل هاربر ونزول امريكا ارض الملعب. تقول لي الله، وهي اليابان ضربت امريكا ليه؟ اليابان ضربت امريكا ليه يا ابني؟ عشان كانت بتحارب الصين. ايه دخل الصين بالموضوع؟ ما هي يا اسطى حرب عالميه يا اسطى، وحرب هي حرب شوارع ايه ولا؟ اقول لك عشان اليابان كانت بتحارب الصين وامريكا كانت بتدعم الصين. فاليابان مضت معاهده ثلاثيه مع المانيا وايطاليا وحاجه اسمها الاكسس باورز، فامريكا وقفت تصدير البترول لليابان. طب والله ما انا بعت لكم حاجه. فاليابان قررت تدمر اسطول امريكا في المحيط الهادي ولعت عشان تقدر تستحوذ على حقول البترول، واللي حضر العفريت يصرفه. وسنة 1943 تبقى سنة محورية في الحرب. نزول أمريكا كان عامل زي نزول صلاح كده، خلت الحلفاء يقدروا يتغلبوا على الغواصات الألمانية في المحيط الأطلنطي اللي كانت مشهورة جدا بقوتها، وقدروا يغلبوا الجيش الألماني في شمال أفريقيا. يبدو عزيز المشاهد إن دي شكلها بداية النهاية لألمانيا، وبعدها يطلعوا على إيطاليا اللي قدر الحزب الفاشي فيها يعزل موسوليني من السلطة بموافقة الملك فيكتور إيمانويل الثالث، وبعد كده يتم اغتيال موسوليني من الشيوعيين وتعليقه من رجليه، منظر مهيب، وتخرج إيطاليا من الحرب. ويخسر هتلر أهم حليف له في أوروبا، وده بالتوازي مع زيادة أعدائه وجبهاته. يبدو أن الحرب عزيز المشاهد خلاص نتيجتها تغيرت ومفيش وقت لتعديلها. اللي ذاكر ذاكر. وفي خلال السنتين 1943 و1944 كل ما كان هتلر بيضعف، كل ما كان الدول محايدة أو حتى معاه تبيعه وتعلن الحرب عليه. رومانيا اللي كانت بتحارب معاه أعلنت الحرب عليه، وبلغاريا اللي ساعدته في غزو اليونان ويوغوسلافيا أعلنت الحرب عليه هي كمان. كل حلفائك خانوك يا هتلر. أنا بقيت لوحدي، الجيش الألماني في حالة ضعف وعمال يتقهقر، وقوات الحلفاء عمالة تتقدم. وفي يوم 6 يونيو سنة 1944 الحلفاء ينجحوا في عملية إنزال على شاطئ نورماندي لتحرير فرنسا، في نفس الوقت اللي كانت القوات الروسية بتستعيد الأرض اللي اتخذت منها وبتزحف باتجاه برلين. وشبح الهزيمة بيخيم على ألمانيا، اللي كنا خايفين منه بيحصل قدامنا. وقادة الجيش حاولوا يقنعوا هتلر إنه يستسلم قبل ما ألمانيا تتدمر، لكنه كان في حالة إنكار تام إنه هيقدر يغير مجرى الحرب، وإن المشكلة كانت في القادة الخونة الضعفة اللي ما كانوش قادرين ينفذوا خططه. انفصال هتلر التام عن الواقع خلى فيه ضباط مقتنعين إنهم لازم يخلصوا من هتلر للحفاظ على ألمانيا. وفي الفترة من سبتمبر 1943 لفبراير 1944 هتلر اتعرض لأربع محاولات اغتيال، أربع محاولات في ست شهور بس. كان أخطرهم محاولة الكولونيل كلاوس فون اللي فجر قنبلة في اجتماع لهتلر. العملية اتسمت بفالكري اللي توم كروز عمل عنها فيلم، وكان مشارك فيها ضباط كتير، طبعا مش في الفيلم، في العملية، اللي كان منهم ناس قريبين جدا من هتلر زي روميل. بس هتلر كان عامل زي القطط اللي بسبعة رواح، عاش بس اتصف الانفجار، وطبعا امر بقتل كل اللي شاركوا في العملية. ابتدى طبعا يفقد الثقة في كل من هو حواليه حتى لو كانوا قريبين منه. ومن اول يناير 1945 هتلر نزل في مخبأ تحت الارض في برلين لحمايته من القصف. دخلوا برلين وفضل عايش تحت في هذا المخبأ معاه حشيته وحبيبته ايفا براون اللي اتجوزها في نهاية ايامه في انتظار نهايته المحتومة. ومع وصول الحلفاء والجيش الاحمر لبوابات برلين بنهاية ابريل 1945 تنتهي القصة ويتقفل اخر فصل. هتلر ينتحر هو وحبيبته، بلع اقراص زرنيخ، وبعد كده ضرب نفسه بالنار بمسدسه. هتلر محدش يقتل، هو اللي موت نفسه بنفسه، او هكذا الرواية المعروفة. لازال في اختلاف على رواية موت، وينتهي بكده حلم هتلر بسيادة الجنس الالي. والمانيا اللي كان نفسه تقود العالم اتقسمت بين روسيا والحلفاء، لألمانيا الشرقية لروسيا وألمانيا الغربية للحلفاء، واتولدت إمبراطورية جديدة في العالم اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، اللي انتقمت من اليابان بقنبلتين نوويتين
أنهت بيهم الحرب وأعلنت إن السيادة القادمة للأمريكان مش للألمان. الحرب العالمية الثانية من أهم أحداث القرن العشرين والتاريخ الحديث، إن ما كانتش أهمهم على الإطلاق. في تفاصيل كتير ما تحكتش عشان وقت الحلقة، ولكن في دروس كتيرة جدا نقدر نطلع بيها من هذه الحلقة. من أهمهم إنك لو ربنا كرمك وبقيت ديكتاتور في يوم من الأيام، وكان عندك طموح عسكري اتعلمته وأنت بتلعب ببجي ونفسك تطبقه، اوعى اوعى تفكر تغزو روسيا. أنا بحذرك، اللي بيجي على مزار رشا ما بيكسبش. عايز تروح روسيا؟ روح اعمل شوبينج، روح اعمل سكينج، احضر ماتشات في كاس العالم. لكن حد يضحك عليك ويقول لك نروح نحتل روسيا؟ اوعى تسمع كلام، كان غيرك اشطر يا حبيبي. وحاجه مهمه جدا، ما تصاحبش موسوليني، هيلبسك والله. الراجل كان خلاص فاضل له شويه هو هينتصر في الحرب وهيتغير مجرى التاريخ، لكن عنده صديق ايطالي الله يخرب بيتهم الايطاليين متخمنها. وكلش ده من فراغ، ما هو من البيتزا والباستا اللي بيعملوها، يخرب بيت سنينهم. ولاد لذينه، جبنه البارميزان اللي هي حته الجبنه الكبيره دي اللي هي اللي بتبقى مدوريه دهيت $1000. يا نهار اسود، مش كتير قوي؟ اقول له عشان ما بتنتجش غير في كذا حتت معينه في ايطاليا بتنتج. ايه علاقه ده موضوع هتلر ولا اي حاجه؟ مش علاقه.